مساء الخير على كل مشاهدينا، حلقة جديدة من إين بوكس على قناة صدى البلد. النهاردة إن شاء الله معانا فقرات حلوة قوي وتعجبكم، بس في البداية أرحب بصاحبتي الوحيدة النهاردة نوران. نونو إزيك عاملة إيه يا حبيبتي؟ الحمد لله الحمد لله. كل عارفة إن أنا مبسوطة جدا. أنا كمان مبسوطة جدا، إحنا الاتنين لوحدينا، ولا فاروق ولا عامر ولا حد يرخم علينا ولا تيرارارا، براحتنا. عاملة إيه؟ الحمد لله. النهاردة يبقى معانا فقرات كتيرة قوي حلوة. الأول أرحب بالمشاهدين، معانا النهاردة فقرات كتيرة متنوعة، وهيكون معانا فقرة عن رياضة الرسم. يمكن المنتخب المصري فاز بالمركز الثاني في البطولة الأفريقية لرياضة الرسم، أو فيما يعرف إن هي اسمها رياضة الزراعين. هنعرف أكتر عنها في الفقرة الأخيرة، وهيكون معانا الشاب غريب محمود، هو برضو فاز بالمركز الأول لفئة متحدي الإعاقة في رياضة الرست أفريقيا. هنشوف كل الكلام ده معاه في الفقرة الأخيرة. كمان هيبقى معانا في الفقرة الثانية إزاي تقدر تكتشف مواهب طفلك وتشتغل عليها وتنميها، وهيبقى معانا كمان تقرير عن معرض لرسومات الأطفال. حلوة قوي. حلوة. أما بقى الفقرة دي فهي فقرة يمكن هنتناقش فيها في خبر قريناه الأسبوع اللي فات، هو خبر يخليك تقف عنده شوية، اللي هو تبقى مستغرب ومش عارف ممكن مشاعرك تبقى عاملة ازاي، وخصوصا لو تخيلت نفسك مكان السيدة اللي هنقول الخبر بتاعها دلوقتي. في خبر انتشر الأسبوع اللي فات عن سيدة أمريكية اتحكم عليها في قضية قتل سنة 79، وقضت قد إيه؟ قضت حوالي 35 سنة من عمرها في السجن. 35 سنة يا جماعة، يعني هي دخلت السجن وهي عندها 30 سنة، دخلت السجن وهي عندها 35 سنة، خرجت من السجن اكتشفوا انها براءة وهي عندها 65 سنة. قضت 30 سنة من حياتها ظلم. ده ايه ده؟ بس المقابل بقى ايه اللي حصل؟ اخذت تعويض مادي بما يعادل 3 مليون دولار. حلوة قوي. حلوة قوي. حلوة قوي. ولا وحش قوي؟ يعني وحش قوي ان هي قضت احلى سنين عمرها تقريبا في السجن ظلم، ولا حلوة قوي ان الفلوس عوضتها عن السنين اللي هي قضتها دي؟ فعشان كده احنا بنسأل سؤال النهاردة، يا ترى الفلوس ممكن تعوض العمر ولا لا؟ اسالك يا نورا. مش عارفه يعني بصراحه، لما قلتي المبلغ ممكن الواحد يتردد لحظه ويفكر، بس بيني وبينك واحده دخلت في احلى سنين عمرها في عز الشباب، عندها 30 سنه او 35 سنه، وقعدت 30 سنه في السجن، ولما طلعت بقى عندها 65 سنه. مهما كان المبلغ اللي هي هتاخده التعويض 3 مليون، ان شاء الله يكون 10 مليون دولار، تفتكري ممكن ده يعوض اجمل سنين عمرها او شبابها اللي كان ممكن تفتح فيه بيت وتقابل شريك حياتها ويبقى عندها اولاد، او تحقق نجاح معين في شغلها، او يبقى عندها اصدقاء واصحاب؟ بتهيالي الفكره دي صعبه قوي، فكره ان انا الفلوس تعوضني. الفلوس بتريح، الفلوس بتسهل الحياه، لكن صعبه قوي ان هي تعوضني عن عز شبابي واحلى سنين عمري. انت عارفه الصور، يعني وانا بقرا الخبر في صور ليها وهي بقى طالعه براءه، المفروض الست، يعني ممكن احنا نشوف ناس عندها 65 سنة ما يبقاش عندهم كمية التجاعيد اللي هي عندها، بس دي واحدة شالت الهم أضعاف مضاعفة، مش بس فكرة انه العمر او السن جري بيها، لا، هي واحدة قاعدة محبوسة وظلم. وكمان اللي انا عرفته ان هي كانت قبل ما تتحبس كانت في مصحة نفسية وعقلية، كان عندها شوية اضطرابات، فتخيلي بقى هموم الدنيا فعلا كلها معاها فكبرتها زيادة. بالظبط. فهتعمل ايه بالفلوس دلوقتي؟ صعب قوي، يعني واحدة هتطلع، يعني زي ما انت قلتي، واحدة قاعدة بين اربع حيطان، ما بتقابلش حد غير الناس اللي حواليها، المحيط بتاعها اللي هم المساجين اللي زيها او الناس اللي بتتعامل معاهم في السجن، واحده ما بتعملش حاجه غير كده. تخيلي اكيد هيبقى شكلها كبير، اكيد هتعجز، اكيد ممكن يبقى عندها امراض، خصوصا انه فكره ان انا اتسجن وانا مظلومه وما عملتش الجريمه دي واقعد 30 سنه، وبعد 30 سنه يكتشفوا ان انا كنت، لا انا اقعد في السجن بقى. يعني عايزه اقول لك انه كمان اكتشفوا الموضوع ازاي، انه بعد ال 30 سنه دول معدهم ما تفهميش ايه اللي فجاه حصل، فقرروا ان هم يفتحوا التحقيق تاني. فكان في سيجاره، عقب سيجاره في مكان الحادث اللي حصل ده، ولقوا عليه، عملوا له تحليل للحمض النووي، لقوا ان هو مش بتاعها، يعني لقوا انه حد تاني هو اللي متهم، حد تاني هو اللي كان السبب ان هي تقعد السنين دي من عمرها ظلم في السجن. صعب قوي. يمكن احنا بنشوف القصه دي اكتر في الافلام، انه تلاقي كده في الافلام، ودايما نقول حتى ده افلام ما بيحصلش في الحقيقه، لا هو بيحصل في الحقيقه، ده بيحصل اهو، انه شخص يقعد 3 4 5 سنين ظلم، بعد كده يكتشفوا براءته. دي واحده 30 سنه، يعني الرقم صعب جدا. 30 سنه ده حد ممكن يقابل شريك حياته ويخلف
ويحقق نجاح في شغل ويعمل صداقات 30 سنة. ده عمر. انت بتتكلمي في ايه؟ تخيلي بقى لو كان التحقيق ده مثلا في ساعتها حصل، اكيد الندم نفسه، فكرة الندم يعني على سنين العمر، يعني كانت الفلوس وفي نفس الوقت وهي صغيرة تتحبس. بس تفتكري الست دي هتعمل ايه بالثلاثة مليون دولار لو مش حابه تعيش حياتها؟ مش قادره ان انا اتخيل. بس كنت قريت تصريح كمان للمحاميه بتاعتها، قالت ان هو مش هتكتفي بكده، هي هتفضل ان هي تطالب بتعويض مادي تاني يسهل لها حياتها اللي جايه. فكره طبعا ان هي سيده كبيره في السن، ما عندهاش اولاد، ما عندهاش اسره، ما عندهاش صحاب، فطبيعي مش هتقدر ان هي تتحمل مسؤوليه نفسها بنفسها، فيكون معاها مثلا بقى يعني اكيد معاها فلوس كتير، فتقدر تجيب ناس في البيت يساعدوها، ناس يسهلوا لها الحياه، تقدر تجيب ممرضه تبقى قاعده معاها، تعمل تجميل، ممكن تسافر تشد التجاعيد. بالظبط، ففي حاجات هتتعمل بالفلوس بس مش هتغنيها عن العمر طبعا. يعني هي ولا هتقدر تخلف اولاد دلوقتي السن ده، ولا هتلاقي حد يحبها لشخصها برضو في السن ده. يعني اعتقد ان هو حاجه نادره قوي انها تحصل. ده كمان ان هي، انت كنت بتقولي ان هي كانت في مصحه نفسيه قبل ما تتسجن، تخيلي بالزبط. بقى ان ده كمل عليها اكتر الاثار النفسيه اللي اتعرضت لها وهي قاعده طول عمرها في السجن، واحده عارفه متاكده ان هي انسانه مظلومه ما عملتش اي حاجه في حياتها، فاكيد حتى لما هتطلع نفسيا مش هتبقى سليمه، هتبقى محتاجه تروح لدكتور نفساني يعالجها نفسيا. طب انا عايزه اسالك انت السؤال ده يا نونو، يعني لو انت الفلوس، الموقف ده بالنسبه لك، بصي انا بشوف الفلوس، لا طبعا مستحيل ولا يوم واحد في السجن مستحيل. بس انا بشوف انه الفلوس بتسهل حاجات كتير في الدنيا، بتخلينا نعيش بشكل احسن، بتخلينا نحقق اللي هو لو في حاجه انا بتمناها، فاكيد الفلوس هتسهل لي الموضوع ده. بس ده ما يكونش مثلا مقابل حريتي، ما يكون مش مقابل صحتي. يعني لو انا خيرون، يعني ما انا هتعمل لي ايه الفلوس لو انا مثلا مريضه؟ هتعمل لي ايه الفلوس لو انا بين اربع حيطان انا مش قادره اعمل فيهم اي حاجه، مش قادره اخرج بره ده؟ هتعمل لي ايه الفلوس وانا ما قدرتش امارس غريزتي في الامومه ان انا ما يبقاش عندي ابنه؟ هتعمل لي ايه الفلوس لو انا ما لقيتش شريك حياتي وما حسيتش احساس الحب ده لحد ما اموت؟ هتعمل لي ايه الفلوس وانا في جنازتي ما فيش حد ماشي فيها؟ لا طبعا الفلوس لا، ما تغنيش ابدا. انا معاكي جدا، الفلوس زي ما قلنا هي ممكن تبقى وسيله لتسهيل حاجات كتير قوي، لاسعاد الشخص ان هو يبقى عايز يجيب حاجه هو بيحبها او نفسه فيها، لكن هي تعوض سنين عمر البني ادم؟ لا، دي حاجه ما اعتقدش ان هي ابدا ممكن تبقى اي حد يقبل بيها. بس انتوا واحنا ممكن نعرف رأي المشاهدين بالزبط، ونشوف يمكن يكون عندهم وجهة نظر تانية. يمكن صح، حد يقول لك انا اقعد 20 سنة، سنتين. لا سنتين يعني عشان تبقى بسيطة واخد فلوس. انت عارفة بفتكر بالقصة دي دايما بشوف انه ليها حاجة مشابهة. الناس اللي بتكون حياتها هي شغل، يعني انا بشتغل بس عشان اجيب فلوس، مش مشكلة هتبسط بالفلوس دي امتى؟ تلاقيه مثلا مسافر ومتغرب وبعيد عن اهله وبعيد عن بيته وبعيد عن مراته وبعيد عن اولاده، يقول لهم عشان اجيب لكم الفلوس اللي تقدر تعيشكم كويس. ما هي نفس الفكرة، هو حابس نفسه في بلد بعيد عن اهله. أيوة. لفكره بس انه الفلوس هتسهل لي الحياه. لا طب ما انت ما استمتعتش بيها، ما استمتعتش باولادك وهم بيكبروا، ما استمتعتش بمراتك انها تشاركك الحياه، ما استمتعتش باهلك، ما كنتش جنبهم وقت الشده او وقت الفرح، ما عشتش الحياه اللي المفروض تعيشها. تيجي مثلا وانت عندك 60 سنه بيفوق بقى، بالظبط، هترجع تلاقي هيلاقي ان اولاده بعيد عنه. بالزبط. فكريا حتى نفسيا مش مرتبطين بيه، هيلاقي ان هو كبر وقضى سنين عمره بره وما استمتعش بالحياه الاسريه اللي هي تبقى مع مراته واولاده او حتى قرايبه او محيط اصدقائه. هو ما عملش كل ده، هو كان بيعمل فلوس بس، بيعمل شغل عشان يقدر يوفر حياه كريمه لاولاده، لكن في الاخر طلع خسران، خسران حاجات كتير قوي وخسران نفسه. بالظبط. خلينا ناخد راي نادين. ايه رايك؟ نادين ازيك؟ ازيك يا نوره؟ ازيك يا نوران؟ الحمد لله نادين. الحمد لله. قولي لنا يا نادين، هل الفلوس ممكن تعوضك عن العمر؟ لا طبعا. يعني لو اتعرض عليكي كده ان انت تتسجني كام سنه وهتطلعي تاخدي مبلغ محترم يعيشك حياه كويسه، ممكن ترضي بده ولا لا؟ لا طبعا. يعني مثلا لو 10 مليون دولار هتقولي لا؟ الموضوع كده هحاول اثر عليها. الحاله دي ممكن افكر. الموضوع كده لا، بس برضه الفلوس ما بتعوضش حاجات كتير في الدنيا، الفلوس مش كل حاجه. طب انت يعني نادين. أيوة. طب أيوة كملي معي. معلش كملي. يعني انا لو انا زي الست دي، انا الفلوس هتعمل لي ايه بعد ما انا بقى عندي 65 سنه؟ حياتي كلها ضاعت، ما ناس حواليا، ما فيش صحاب، مش هقدر حتى اعمل جزء بسيط منها، خلاص كل حاجه بتكون خلاص خلصت. يعني انت تحبي اكتر انك تبقي وسط اصحابك وامكانيات الماديه ضعيفه او مش قويه قوي، غير ان انت تقضي حياه معينه او تتنازلي عن سنين معينه من عمرك مقابل فلوس كتير قوي ممكن تبسطك بعدين؟
أكيد طبعا السعادة هي أهم حاجة، وأنتي وسط صحابك وأنتي وسط الناس والناس اللي بتحبيها وبتعملي عيلة وتكوني عيلة. لكن أنا أحبس نفسي عشان آخد فلوس بعد كده أستمتع بيها؟ لا طبعا مش طب يا هتعوض. نادين قوليلي، فكرة الغربة أو إنه حد يبقى بيتغرب عشان خاطر بيشتغل شغل بيجيب له فلوس أكتر، دي ممكن أنت تعمليها يعني هو من السجن، بس إن أنت تبعدي برضو عن حياتك وعن دايرتك الاجتماعية عشان تحسني مستوى معيشتك، ممكن تعملي ده؟ يعني في الحالة دي ممكن تعوض شوية؟ ممكن بس برضو مش قوي. يعني انت لو هنا الحياه تبقى صعبه وانا لاقيه شغل ومش عارفه اصرف بيها على نفسي، فلقيت شغل بره هيقدر ان انا اشتغل واصرف بيه، لا الوقت ده ما انت برضو هتبقي عايشه حياتك، هتعرفي تنزلي اجازات برضو، بس هتبقي محبوسه. صح، يعني هتنزلي اجازات لعيلتك وهتعرفي تعيشي حياتك برضو. صح. ميرسي يا نادين جدا، نورتينا. طيب ناخد راي شريف. الو الو يا شريف، ازيك؟ ازيك يا شريف؟ تمام كله حل؟ ايه اخباركم؟ الحمد لله بخير. الفلوس يا شريف ممكن تعوض العمر؟ لا خالص؟ مفيش اي حد رايه مختلف؟ في ايه؟ يعني هتاخد لك كام مليون دولار يا سيدي؟ يعني كام مليون دولار وتتسجن كده شويه؟ سنه سنتين وتطلع ماشي. تعمل بقى مشروع وتجيب بيت وتجيب عربيه وتجيب كل حاجه، تعمل اللي انت عايزه. ينفع ولا لا؟ ايه؟ هل انتوا جربتوا مثلا يوم السجن ازاي وتشوفوا هينفع ولا لا؟ لا احنا ما جربناش. حاجه صعبه جدا يعني، ده يعني لو يوم بس بره بيتك وانت مع في اي حاجه او سفر او حاجه بتبقى هتموت وترجع البيت، بقالك بقى كام سنه. بس انت عارف يا شريف ساعات في الافلام كان بيجيبوا مثلا حد ممكن يشيل قضيه مكان حد بالظبط ويقعد 3 4 5 سنين، وكان بيرجع في الاخر، بيطلع في اخر الفيلم بيخسر كل حاجه. طب انت الموضوع لا مش لطيف خالص. هو الفلوس ممكن تعمل حاجات كتير تبسط وبرضه مش دايما، بس الفكره ان انت لما تيجي تعمل الحاجه دي وهي مش يعني وهي حتى راحت عليك او كده هتلاقي طعمها سخيف قوي. طب ممكن تتغرب وتسافر عشان تشتغل شغل بفلوس اكتر؟ ده ممكن برضه، بس على حسب يعني الشغل نفسه هيبقى ايه، وعلى حسب هل المقابل هيبقى مجزي ولا لا. يعني بيعوض ساعات، يعني الفلوس ساعات بتعوض ساعات، بس لا بس برضه هو ما بيبقى الواحد غصب عنه، في ناس بتبقى مضطره انها تعمل كده. انت عارف يا شريف انا الاول كنت مناهض للفكره ديت، بس دلوقتي لو جات لي حاجه حلوه واوفر كويس مش هقول لا. هي الفكره في كده، لكن بيبقى طبعا الموضوع صعب، فان الواحد بيبقى قاعد ما بيحضرش مناسبات كتير مع اهله، ما بيبقاش موجود مع اصحابه، في حاجات كتير بتبقى مش حلوه في الموضوع. طيب عايز اسالك اخر حاجه يا شريف، يعني فكره الهجره، يعني انت في ناس بتهاجر وتسيب بلدها وما بتقدرش ترجع خالص، غير انه ممكن اكون بشتغل وبنزل اجازات اقابل اصدقائي واهلي واصحابي يعني، لكن فكره الهجره نفسها البعد عن البلد لسنين طويله دي بالنسبه لك فكره مقبوله ولا لا؟ لا خالص. انا بشوف ان الهجره زي بالظبط السجن، يعني مش بتفرق، يعني بحس والله اللي هو يعني صعب تنزلي يعني تشوفي اهلك في صحابك. حاجات كتير. بصي هو الموضوع يبان ان هو عاطفي شويه، بس هو يعني هي دي الحقيقه، ان انت يعني في حاجات كتير قوي ما بتتقاسش بالفلوس. يعني في هنا اهلك، في صحابك، في ناسك، في حاجات كتير، في حاجات كتير انت مش هتلاقيها في السفر. السفر انت هتتحاول ان انت هتبقى هي حاجه بس اللي تجيب فلوس. بالظبط. انت بس بتجيب جدا فلوس تروح تنام عشان تصحى تاني يوم ترجع تجيب فلوس تاني. ميرسي يا شريف نورتنا. شكرا يا شريف نورتنا. يعني اعتقد انه حتى راي الناس كان مشابه لراينا، فكره ان الفلوس مش بتعوض عن حاجات كتير. هي خالص. حاجه بتسهل الحياه او بتسهل المعيشه، بتساعدك ان انت تعيش. ويمكن دكتور مصطفى النحاس لما طلع معانا في مره كنا بنتكلم عن الناس اللي بتشتغل كتير قوي، قال جمله انا من ساعتها الجمله دي في دماغي، ان احنا بنعيش بنشتغل عشان نعيش، مش بنعيش عشان خاطر ان احنا نشتغل. فسواء بقى انه فلوس هتعوضك عن عمر، فلوس هتعوضك عن اهل، لا فلوس ما بتعوضش في الحالات اللي زي دي. دي حقيقه والله يا نوره. فكره حتى واحنا عايشين هنا في بلدنا وسط اصحابنا وسط اهالينا، ساعات الواحد بيبقى في دوامه الشغل. يعني احنا حتى يمكن كنا قبل الفاصل قاعدين بنتكلم انا وانتي وخالد المخرج وميار، ان احنا فكره انه من كتر ما بيبقى عندنا حياه اجتماعيه ممكن نيجي عليها عشان وساره كمان ممكن يبقى عندنا حياه اجتماعيه ممكن نيجي عليها ونيجي على اصحابنا وعلى اهلنا وعلى قرايبنا وعلى اقرب الناس لينا عشان انزل اشتغل، عشان اطلع حلقه او عشان ادي الشفت اللي عليا، وممكن اتنازل عن حاجات كتير او لحظات كتيره قوي حلوه ممكن تبقى
قدام ذكرى جميله مع قرايبي ومع اهلي. فالفكره انه فعلا احنا ما نجيش على نفسنا قوي، لان العمر واللحظات الحلوه ما بتتعوضش ابدا. ده حقيقي. طيب احنا دلوقتي هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنتناقش معاكم في موضوع مهم جدا، وهو انه ازاي تكتشف مواهب طفلك وازاي كمان تنميها بعد الفاصل.